يسعد لي ايامكم واهلا وسهلا فيكم بقناة رانا هو. اليوم انا وخلودة وهوجي ووجي بدنا نعمل تحدي اكبر مصاصة بالعالم. رح نوزع المهمة علي وعلى خلودة وعلى هوجي ووجي، ويا ترى رح ننجح بهاي المهمة انه نصنع اكبر مصاصة بالعالم ولا لا؟ تابعوا معنا الفيديو للاخير لحتى تعرفوا، ويلا نبلش. خلودة جاهز انت وهوجي ووجي لحتى نعمل اكبر مصاصة بالعالم؟ اكيد جاهز مامي وكتير متحمس. ياس بس خلودة مالي شايف الهوجي ووجي وينه؟ بده يشتغل معنا؟ ايه والله استني مامي كم ثانية رايح جيبه. بس خلودة انو واحد اليوم بده يشتغل معك؟ انو لون؟ الاخضر؟ يا سلام، يلا انت والهوجي ووجي الاخضر بدنا نوزع المهام عليكم. هلا الهوجي ووجي هو يلي رح يعملنا بحث كيف رح نعمل المصاصة، وانت رح تسمع كلامه وتنفذ اوامره. اتفقنا؟ اتفقنا. يس خلودة لازم تسمع كلامي اليوم ماشي ولا تعذبني. اوكي هوجي ووجي ما رح اعذبك بوعدك. هوجي ووجي شو بدك تعمل اول شيء؟ بدنا نعمل بحث ونشوف شو لازم نغراض لهالمصاصة. بدنا سكر بليز. تكرم عيونك وهي سكر. بدنا الوان طعام. كمان موجود هي الوان طعام، شو كمان؟ بدنا ورق لحتى نغلف المصاصة. على عيني وهي احلى ورق للتغليف. يلا حاجة هوجي ووجي صار دوري، انت روح اقعد على جنب بليز. اوكي خلودة. وهلأ جايز بعد ما هوجي ووجي عطانا الاوامر انا رايح نفذ وماما رح تساعدني. يلا ماما انا كتير متحمس، امشي على المطبخ. يلا خلودة لاحقتك، يلا شو بدنا نعمل؟ شو اول خطوة؟ خليني اسأل هوجي ووجي لحظة. ماما عم يقول لازم نحط السكر هلا اول شيء. يلا ماما جيبي كيس السكر وفضي لك هون. اوكي يلا هاي كيس السكر رح نفضيه كلياته. بدنا كيس واحد ولا كيسين خلوده؟ لا مامي بدنا كيسين، هاتي انا رح احط الكيس الثاني. يا عيني يعني لازم يكون جزء من المهمه، لسه هوجي ووجي عم بيعمل كل شيء. يلا على مهلك خلوده، ليك شو كتار، يا ترى بكفوا هدول ولا بدنا غير شيء؟ واو كتير كتار، كتير متحمس. خلودة شو الخطوة الثانية؟ ثواني لأسأل هوجي ووجي. ماما بدنا نحط مي. خليني حط أول كاسة وهوجي ووجي قال هو بده يحط الكاسة الثانية. واو على مهلك هوجي ووجي، دير بالك تكب. برافو هيك صار عندنا كاستين مي. يا سلام عليكم، هلأ صار دوري، هلأ صارت الخطوة الخطيرة خلودة. أوكي وأنا رايح أقعد على جنب وراقبك مامي. يلا هلأ أنتي كملي. أوكي هلأ صار دوري لحرك السكر وأشعل تحته. خلودة أنو لون بدك؟ ماما بدي لون الأزرق بليز، كتير بحبه. طيب اسأل هوجي ووجي أنو لون بده؟ أنو لون بدك هوجي ووجي؟ أزرق. ماما بده أزرق كمان بليز. طيب هات اللون لقلك، خلينا نلون السكر بالأزرق. أوه واو شوفوا اللون شو حلو، ديروا بالكم تعملوها لحالكم، لازم أهلكم يكونوا معكم. شوف خلودة على هالشكل واللون شو حلوين. واو مالي مصدق إمتى تخلص وبلش أكل فيها كلياتها. يم يم بليز بدي نونو، بدي فوت نونو بليز، أنا مزروك بدي أقضي حاجة. خلودة سمعت الهوجي ووجي شو بده؟ يلا فوت خدو عن نونو، روح خدو، هذا اللعبة تبعك أنا ما دخلني فيه. هاتي مامي أمري لله، أنا بده مين ياخدني عن نونو؟ جاي يجي اللي بده نونو؟ تعال لك تعال. شكرا خلودة I love you، شكرا. بسرعة بسرعة. أخ ها شو حلو شو. قولي عليك انت وهالروايح، لعما شو هالهوجي ووجي شو اكل؟ ما بتذكر طعميتك شي. اي عليك يلا قوم حاجة. بحبك خلودة I love you، هيك صرت مرتاح
أكمل الطبخة دقيقة لأكبس السيفون. يلا مامي بسرعة على المطبخ، احترق السكر يمكن وانتي لسه ملتهية. بسرعة مامي. يلا خلودة جاية جاية. لا لا ليكو لساته ما فيه شي، بس صار جاهز. هاي حطينا ورق زبدة وحطينا عصاية، ولحط السكر يلي انغلى وحطينا له ليمون وحطينا له منكهات، ولحطه فوق العصاية بعد ما برد شوي. وهلا بدنا نعمل لون أصفر. يا الله شو متحمس، شكلها رح تطلع أحلى مصاصة بالدنيا كلها. وهلا بدنا ماما ما بدك تحطي لون أورانج؟ واو شو حلو خلودة، كتير شكلها حلوة المصاصة رح تطلع. وهلا بعد ما استناها هيك شوي لتبرد، بعدين لحطها اسكبها فوق الورق الزبدة هيك، لحتى يصير عنا شكل، يعني ما في شكل ببالي، أي شكل بيطلع رح يكون حلو. وهلأ لحط اللون الأورانج آخر لون. ماما لساتها سخنة وكتير جوعانين، شو رأيك نروح ناكل نحنا ودادي ونرجع نكمل الفيديو؟ أوكي خلودة وافقت، هلأ بس نرجع منكمل المصاصة. خلودة إجا دادي، روح شوفه بسرعة قوام. دادي إجا دادي إجا دادي، ياي اشتقت لك يا دادي. يلا بدنا نروح ناكل برجر دادي، نحن عم نعمل مصاصة بالبيت. وأنا اشتقت لك دادي، بدي بوسة وبدي هك. ماما بردت، رح ألبس جاكيتي وروح نقي أنا هوجي وجي شو بدنا ناكل. أنت شو رأيك هوجي وجي، شو جاي عبالك تاكل؟ هاي دادي عم بيستنانا، بسرعة نقي قوام. بدي دبل تشيز برجر بليز خلودة، ناكله أنا وياك سوا. دادي سمعت هوجي وجي شو بده؟ شو حلو قوس هالقزح، وأخيرا رح نبلش ناكل وليش جوعان. يلا هوجي وجي أنت جوعان يمكن أكتر مني لأنك اشتغلت أكتر مني. يمي يمي دبل تشيز برجر. يلا خلودة بسرعة كل أكلاتك قبل ما يبردوا مشان نرجع لنعمل المصاصة. يا عيني، بس ماما شكلنا نترك المصاصة لبكرة لأنه والله نعسنا. كل هوجي وجي كل. طيبة. كتير طيبة، شكرا خلودة. طيب خلودة يلا تعبت كتير انت وهوجي وجي، يلا ناموا وبكرة الصبح بتفيق بتلاقي المصاصة جاهزة. اوكي مامي، تصبحوا على الف خير جايز، شوفكم بكرة. وهي انا فقت قبل خلودة لحتى حطوا له عيون وتم عليها لهي المصاصة. شو بعرفني حسيتها هيك كتير ناشفة، قلت هاتوا نعمل تم وعيون. وهلا خلونا نروح نفيق خلودة. صباح الخير. وجب لها غطاء. صباح الخير. أنا رح غمض عيوني معك خلودة، بدي أشوف المفاجأة. يلا غمضوا اتنيناتكم. وهي أنا بالمطبخ، قمت ورق الزبدة من عليها للمصاصة، وهذا شكلها النهائي وكتير طلع شكلها حلو خلودة، شو رأيك؟ واو شو حلوة وكبيرة مامي، شو حلوة هيكي ماما، كأنها عم تبلش تهر وتدوب. ياي يا الله، رح لحق أكل منها شوي قبل ما توقع. لك ليش هيك؟ خلودة والله ما بعرف شو صار، ليش هيك دابت؟ له له له. يلا منيحة خلودة أحسن من بلا. مهم جربنا. لك المهم لحق الحاس قبل ما توقع وتدوب بزيادة. يا الله بس طيبة ها مامي، بس آخ منك، تاني مرة زبطيها بليز، هيك يعني نزعتينا ياها، زعلت أنا أصلا. تجربة فاشلة، سوري مامي، لحق لك، لح اضطر لك هيك. وهلأ جايز أنا لازم روح على المدرسة، مني من هوجي وجي من إلكن، باي باي جايز، نشوفكم فيديو جديد، مع السلامة. مثل مو شايفين فشلت فشل ذريع، ما عندي فكرة ليش دابت وليش هيك صار، بس يعني جربنا وانبسطنا بهي التجربة. لساتها ظريفة، ما بعرف ليش ما زبطت، يمكن ما كترت حمض الليمون ملح الليمون، أو لأنه الدنيا شوب ساخت، والله ما عندي فكرة.
بس يعني ان شاء الله ما تزعلوا، وان شاء الله تجاربنا الجايه بتكون انجح من هيك. ويلا هلا مني ومن خلوده ومن هوجي وجي من لكم بايات كتير، وضلوا بخير، بنشوفكم فيديو الثاني، باي.